فوائد المشي بدون حذاء أو فوائد المشي حافي القدمين، هل له أضرار وهل له سلبيات وهل له إيجابيات؟ طبعا هناك سلبيات وهناك إيجابيات. إذا كنت تعتقد بأن المشي حافي القدمين كله سلبي فأنت خاطئ، وإذا كنت تعتقد بأن المشي حافي القدمين كله يعني صحي فأنت خاطئ. هناك أماكن يعني ينصح بها حافي القدمين، وهناك أماكن لا ينصح بها حافي القدمين. لذا ابق معي حتى نهاية الفيديو لتعلم الصحي من السلبي. طبعا المشي بدون حذاء، أغلب الناس يتمشون بدون حذاء داخل البيت، وهذا أمر خطير، فإنهم يتمشون على البلاط أو السيراميك، وهذا يضر بالكليتين، حتما يضر بالكليتين. أغلب الأطباء ينصحون بعدم التمشي حافي القدمين بالبيت، وفي الثقافات اليابانية هناك أحذية خاصة بالبيت، لا يمكن التمشي في البيت على أرض مستوية أو على السيراميك بقدم حافية. لذا على الجميع أو من يتمشى حافي القدمين في البيت بأن يعمل على التمشي داخل البيت بأحذية هي مخصصة للبيت. سأترك في وصف الفيديو، هناك فيديو يوضح أضرار التمشي داخل البيت على السيراميك أو البلاط، سأتركه في الوصف لعله أن يكون شافيا لكل الناس. على أي شخص شاهد هذا الفيديو أن ينبه الذين يتمشون حفاة القدمين داخل البيت، عساي أن أكون نافعا للناس قدر المستطاع. أهل القرى وأهل الريف وأهل الحضارة وأهل المدينة، دائما نجد أهل القرى يعني يتمشون حفاة القدمين لأن طبيعتهم تحتم ذلك، فهم ينعمون ببيئة جيدة وتضاريس رائعة. لذا تجد أغلب الريفيين والقرويين والبدويين يعني أقدامهم جيدة ومزاجهم جيد وصحتهم جيدة، وهذا يرجع لأنهم يتمشون أغلب أوقاتهم يعني حفاة القدمين وليس على أرض السيراميك أو البلاط، فيما أن المناعة عند أهل المدينة تكون ضئيلة جدا مقارنة بأهل الأرياف. من فوائد المشي صباحا على صحة الإنسان، لكن حافي القدمين، فهذا النوع من التمشي هو يضبط حرارة الجسم ويعزز المناعة، ويعزز المناعة لدى الكبار أكثر لأنهم عرضة لنزلات البرد، فهو يمنع نزلات البرد القوية بالنسبة لجسم الإنسان، لكن يكون التمشي صباحا أفضل بكثير. أما التمشي على الرمل الحار وهو مسألة تخص أهل الصحراء أو الصحراويين على وجه الخصوص، التمشي على الرمل الحار، وهناك في المغرب من يذهب إلى منطقة اسمها مرزوقة ليتمشى على الرمل الحار، يا ترى هل فيه منافع؟ نعم، التمشي فوق الرمل الحار له منافع كثيرة، لكن القليل من يتحمل ذلك. فيه فوائد يعني صحية كثيرة بالنسبة لجسمنا، بالخصوص يعني أسفل القدم، فهو يعزز المناعة وينظف مسامات الجلد ويعزز التلامس واللمس أسفل القدم، ويعمل على تدليك القدم بشكل رهيب، مما يحسن مزاج الشخص ويمتص الطاقة السلبية من الجسم بشكل تام. وفي الفقرة الأخيرة وهو فائدة المشي بدون حذاء أو فائدة المشي يعني حافي القدمين على الحصى، أغلب الناس يذهبون إلى الوادي أو إلى البحر يتمشون على الحصى، فهذا النوع من المشي سواء كان رمليا أو على الحصى، لكن الحصى دورها أكثر بكثير، فهي تشد عضلات أسفل القدم وتعمل على تدليكها وتحسن المزاج وتشعر الجسم يعني بالاسترخاء. كم من فرد ذهب أثناء عطلته إلى البحر وتمشى حافي القدمين على الحصى أو على الرمل، فعاد إلى البيت بشهية قوية وبمزاج أفضل وبصحة أفضل بكثير. أغلب الناس لا يعلمون ذلك، لكن التمشي حافي القدمين على الحصى أو الرمل له فوائد كثيرة للجسم. حبذا لو تفعل يوما تتحدى فيه المشي بدون حذاء، جرب هذا الأسلوب، وبعد ذلك أترك لي تعليقا إن كنت جربت المشي بدون حذاء، وما هي الفوائد الصحية التي أحسست بها، وهل أحسست بتغيير أم لم تحس بتغيير؟ أما إذا كنت لم تجرب المشي حافي القدمين، أنا أنصحك بأن تجرب المشي حافي القدمين.
أنا أفعل ذلك. إذا كنت لست مشتركا في قناة سربوت كوير، أنا أنصحك بالاشتراك في قناتي سربوت كوير. أنا رضوان السربوت، لدي تجربة كبيرة في مجال الأحذية والملبوسات الجلدية وكيفية الحفاظ عليها وتصليحها. لذا أنا هنا من أجل مشاركة المعلومات معك، من أجل تسهيل الحياة اليومية لديك أو لديك أو لديكم، من أجل تعزيز الثقافة الاستهلاكية حول الأحذية والملبوسات الجلدية. فالفضل لك هو أن تشارك هذا المحتوى لتعم الفائدة بشكل أكثر. لم أترك عند المعلومة، لذا لا تترك عندك المعلومة. رضوان السربوت يحييكم من ورشته سربوت كوير.